مرحبا نبيل. يعني التطورات الميدانية دائما هي في تطور دراماتيكي، لا سيما ونحن نتحدث عن هذه التطورات الدراماتيكية بالتحديد في شمال قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي في تحركاته ما بين تقدم وتراجع، ولكنه لا زال يسيطر على أغلب نقاط ومحاور مدينة شمال القطاع بالتحديد، مخيم جباليا وأيضا جباليا البلد ومنطقة السبطاوي، لا سيما نتحدث أيضا عن بيت لحيه. ولكن مسرح أكثر تفاعلا ونشاطا من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو معسكر جباليا، إذ أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بالغارات بين فينة أخرى على منازل المواطنين في تلك المنطقة، وأيضا تقوم بدورها الدبابات بإرسال قذائفها المدفعية على مناطق مختلفة في تلك المناطق، الأمر الذي يجعل الخطورة هي سيدة الموقف في هذا المكان لا سيما ونحن نتحدث نبيل عن هذه الغارات التي لا تتوقف، وأيضا الأوضاع الإنسانية التي تزداد سوءا. آخر هذه الغارات كان هو استهداف منازل المواطنين في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة عدد آخر. ولكن الصعوبة أكثر نبيل، ونحن نتحدث عن هذه الغارات الإسرائيلية التي تأتي بالتزامن مع قطع الاحتلال الإسرائيلي مفاصل شمال قطاع غزة عن بعضها البعض، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال آلياته وطائراته المسيرة بالتحديد طائرات الكواد كابتر تقوم بمنع حركة المواطنين في تلك المنطقة، والطائرات الأخرى أو الآليات تقوم بقصف المنازل، لا يوجد سيارة إسعاف تصل إلى أماكن القصف، لا يوجد أيضا مواطنين عاديين يمكن لهم الوصول إلى هذه الأماكن، فكل من يتحرك في تلك المنطقة سواء بعد القصف أو قبل القصف تقوم طائرة الكواد كابتر بإطلاق الرصاص عليه واستهدافه بشكل مباشر، مما يجعل حياة من يتم قصفهم بالخطر. من لم يستشهد بلحظة الاستهداف يمكن أن يستشهد مع طول المدة ما بين إطلاق الصواريخ وتأخر وصول سيارات الإسعاف أو من يمكن أن ينقذ ما يمكن إنقاذه في هذه الغارات الإسرائيلية. في وسط القطاع نتحدث عن استهداف لسيارة مدنية أو لما يعرف ببسطات في منطقة محيط مسجد أبو عبيدة ببلدة الزوايدة، نتج عن هذا الاستهداف شهيدان وعدد آخر من المصابين، وأيضا نتج عنه حالة من الخوف والقلق والرعب في صفوف المواطنين. ولكن نبيل، هذا كله في جانب، والأوضاع الإنسانية التي باتت تزداد سوءا في جانب آخر، وهنا نتحدث عن أوضاع إنسانية كارثية لا يمكن الحديث عنها أو وصفها أو إجمالها في دقيقة أو دقيقتين أو ساعة أو ساعتين، لأننا نتحدث عن أوجاع باتت تصيب سكان قطاع غزة من أقصى شماله حتى أقصى جنوبه، وإن كان في شمال القطاع الأوضاع أكثر صعوبة وأكثر كارثية، ولكن هذا السبب يعزى إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حتى هذه اللحظة إدخال المساعدات الإنسانية، وإن كان اليوم سمح بخمسين شاحنة مقدمة من دولة أو المملكة الأردنية الهاشمية إلى سكان شمال قطاع غزة، إلا أنه حتى هذه اللحظة بعد أن دخل أو سمح بإدخالها من خلال معبر بيت حنون إيرز في شمال قطاع، هو حتى هذه اللحظة يمنع إيصالها للمواطنين لسكان شمال قطاع غزة. الأوضاع الإنسانية صعبة كارثية، وتنتظر أن يكون هناك تدخل قوي من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية التي حتى هذه اللحظة لم تستطع أن توقف الاحتلال الإسرائيلي عن مجازره التي يرتكبها على مدار عام كامل من الإبادة بل أكثر. نعم محمد، عندما تقول بسطة هذه التي تم استهدافها اليوم، تقصد تلك العربة التي يعرض عليها أشياء للبيع؟ هي عبارة عن لوح خشبي يتم عرض عليه الحاجيات التي يمكن بيعها، ومن خلالها يمكن أن تكون باب رزق للمواطنين وللبائعة ومن ثم إلى عائلاتهم التي تنتظر هذا البيع. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذه، وكان هناك سيارة مجاورة تم أيضا استهدافها. كل من أصيب واستشهد هم من الباعة، هم من المتجولين، هم من المارة في هذا الشارع. ولكن السؤال الأكبر نبيل، وربما هذا هو الأمر المبكي في هذه مثل هذه الاستهدافات، أن كل شخص عند استشهاده أو إصابته
هو عبارة عن قصة كبيرة تروى وتحكى على مدار اللحظة. هذا الذي كان قد خرج من منزله في الصباح الباكر واستعد للبيع على هذه البسطة، هو ترك خلفه عائلة بأكملها تنتظر أن يعود لهم بالرزق، يعود لهم بالطعام، يعود لهم بالماء، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قضوا على هذه الأمال كما قضوا على رب هذه الأسرة. إضافة إلى ذلك نتحدث عن مخاوف باتت تعتلي قلوب المواطنين على مدار اللحظة، إذ أنه لا يوجد مأمن في قطاع غزة، كل مكان يمكن أن تتواجد فيه هو عبارة عن هدف ثمين من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار اللحظة. نبيل، من الواضح محمد بأن الغارات الإسرائيلية تحاول استهداف كل مظهر من مظاهر استمرار الحياة في قطاع غزة رغم كل هذه الظروف الصعبة جدا لأكثر من عام. شكرا لك من دير البلح مراسل الغد محمد أبو ناموس. كما ينضم إلينا من خان يونس إبراهيم قنن مراسل الغد. إبراهيم، لو تجمل لنا آخر تطورات أيضا من ناحيتك في جنوب القطاع. نعم، يعني في جنوب قطاع غزة تواصلت عمليات القصف المدفعي والجوي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تركزت في المناطق في مناطق رفح. مدينة رفح اليوم ربما شهدت معظم مناطقها الغربية والوسط والشمال وحتى المناطق الشرقية سلسلة من الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي الكبير. تركزت هذه الغارات في منطقة شرق مدينة رفح، منطقة الريان، وهذه المنطقة منذ 4 أيام تشهد اشتباكات عنيفة وتفجيرات في تلك المنطقة، بالإضافة لتكثيف الغارات الجوية والمدفعية على تلك المنطقة. لكن رغم هذا القصف المشدد على منطقة الريان شرق رفح، إلا أن كتاب القسام تمكنت اليوم مرة أخرى خلال الأيام الأربعة الماضية، أعلنت عن استهداف دبابة D9 بقذائف الياسين 109، وأوقعت أفراد طاقم هذه الجرافة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. هذه المنطقة نبيل منذ 4 أيام تشهد اشتباكات عنيفة وتفجيرات واستهدافات لمنازل يصل إليها الجيش الإسرائيلي، حيث تم تفخيخ عدد من المنازل وفتحات الأنفاق التي تم تفجيرها في الجنود والوحدات الإسرائيلية التي وصلت لتلك المناطق، وهي بالمناسبة مناطق قريبة جدا من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وأراضي عام 48. أيضا مناطق وسط وشرق وشمال مدينة رفح تعرضت إلى سلسلة من الغارات بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى المشافي الميدانية. لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت على خط المواجهة وقامت بقصف عدد من منازل المواطنين في منطقة المواصي، تحديدا في منطقة صالة أمواج، حيث تم نسف واستهداف عدد من منازل المواطنين، من بينها منزل لعائلة أبو الخير مكون من 3 طبقات. أما في منطقة صوفة، المنطقة الشرقية لمدينة رفح والتي تقع بين رفح وخان يونس، كان هناك قصفا مدفعيا عنيفا، أدى هذا القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 2 من المواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج. أما هنا في مدينة خان يونس فالأوضاع لا زالت على حالها، قصف مكثف للأراضي الزراعية لمنازل المواطنين لبلدة عبسان في خزاعة وأيضا في منطقة الفخاري. وهذا القصف المدفعي العنيف جاء بعد يوم دامي شهدته مدينة خان يونس بفعل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل المواطنين في بلدة عبسان وبني سهيل وأيضا منطقة إسكان الفخاري، مما أوقع 19 شهيدا وأكثر من 30 إصابة. أوضاع ميدانية متصاعدة يوازيه ويقابله تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية وحتى الصحية في جنوب القطاع.